هكذا المسجد لا مكان فيه إلا للقلب الصافي كصفاء قلوبكم. اللهم صف قلوبنا بالإيمان يا رب العالمين. المسيح الدجال يمتنع عن الدخول إلى مكة إلى المدينة، يجي على أبواب المدينة، يخرج إليه المنافقون الذين يسكنون فيها، تنفي المدينة خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد. المدينة تخرج الايه الاشياء الغير طيبة، اهل النفاق اللي عايشين ايه اللي عايشين وسطها. اتباعه اصناف ثلاثة، 70,000 من يهود اصبهان، هكذا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم، والمنافقون والنساء، بس مش النساء المصليات الملتزمات المحجبات، لا، النساء كما قلنا في نهاية المحاضرة بالأمس، اتباع كل موضة. ولك في موضة جديدة اختي طلعت اسمها المسيح الدجال، تيجي نمشي وراه شوف، يمكن عنده ازياء جديدة، يمكن عنده تسريحة جديدة، يمكن عنده خيبة جديدة من الايه من الخيبات اللي ايه. يا مؤمن يا مؤمن، 4 دول من الدول العربية السنة قبل الماضية نساؤهم يشترون من شركة مستحضرات تجميل معينة 600 طن احمر شفاه، 600 طن. انت عارف الطن كم كيلو؟ كم كيلو بالله عليه؟ 1000. يعني كم 1000 كيلو؟ 600,000 كيلو جرام من احمر الشفاه، وتقريبا 3/4 طلقوا بعد ذلك. لا حول ولا قوه. القضيه مش في احمر الشفاه، المهم في اللي بيخرج من الشفاه، الكلام الطيب اللي يخرج من الشفاه. واشتروا 420 طن من طلاء الاظافر و 315 طن من ازاله طلاء الاظافر. لا حول ولا قوه، يا حسرتنا على العباد. دفعوا في الموضوع ده كام مبلغ؟ كام؟ 7 مليار دولار. وفينا في بلادنا العربية الإسلامية من يبيت من غير عشاء ويبيت في الطل والعرى، وللأسف الشديد يسألنا رب العباد عنهم يوم القيامة. المهم، المسيح الدجال ما سرعته في الأرض يا رسول الله؟ قال سرعته كالريح المرسلة. يا الله، ريح يعمل ايه؟ الله أعطاه قدرة عجيبة، يقول الارض في هذا الوقت محلت لا تنبت زرعا، والسماء لا تمطر قطرا، وضروع البهائم تتقلص ما فيها قطرة لبن. فيأتي امام الناس فتنة، يقول يا سماء امطري تمطر، يا ارض انبتي زرعا تنبت، يا ضرع امتلئ لبنا يمتلئ. يقول من امن بي ادخلته جنتي، ومن كفر بي ادخلته ناري، وجنته نار وناره جنة. المؤمن في الدنيا، المسلم اللي زي حضراتكم كده ما شاء الله، كل يوم يعمل شيء، يستعيذ بالله من المسيح الدجال وفتنته بعد كل تشهد كما علمنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم، ويقرأ 10 آيات من سورة الكهف. من واظب على قراءة أول 5 آيات وآخر 5 آيات من سورة الكهف كل يوم، إذا وجد المسيح الدجال أمامه قرأ على جبهته كلمة كافر. المؤمن، خلي بالك، إن ما أخذت من المحاضرة إلا هذه كفاية. تقرأ الآيات الأولى 5 من الكهف والآيات 5 الأواخر منها، ربنا يقرئك على جبهة المسيح الدجال كلمة كافر فلا تتبعه، تعتبر أن كل ده سبحان الله العظيم. واحد أعرابي جاي من خارج المدينة من البادية، تعرف البدو عندهم شدة في التعامل، قال أريد أن ألقى رسول الله. الله يرضى عن عمر، كان واقف على الباب، الرسول كان في حالة حزن شديد على 9 من الصحابة قتلوهم بعض الكفار في قضية المريسيع غدرا وإيه وفجورا، غدروا بهم في الطريق وقالوا يا محمد احنا عايزين حد يعلمنا الدين، بعتهم هؤلاء 9 قتلوهم في الطريق، قتلوا 8 وفر الايه التالت. فالرسول حزن على صحابته. في هذه اللحظة وصل الأعرابي، قال أنا أريد أن أكلم. فقال اسكت يا أعرابي، الرسول ليس في حالة أن يسمع أعرابي. قال من هذا؟ من اللي بيمنعني هذا عن رسول الله؟ قالوا هذا عمر بن الخطاب. قال إليك يا ابن الخطاب، والله لا أدخلن عليه ولا أكلمن. قال يا أعرابي، الرسول في حالة غضب. قال والذي بعثه بالحق نبيا لن أتركه حتى يبتسم. أبو بكر تحنن إلى عمر، يا عمر دخل أدخل. فدخل الرسول صلى الله عليه وسلم يستمع إلى الأعرابي ويقول يا رسول الله، سمعت أحد الصحابة ينقل عنك
أن المسيح الدجال سوف يمسك زمام الطعام والشراب يوما، فما بالك إن ادعيت يومها يا رسول الله أنني آمنت به، فأضرب يدي في ثريده، أدخل في الإيه؟ في الثريد اللي عامله، حتى إذا شبعت كفرت به مرة أخرى، ما رأيك؟ فابتسم الحبيب صلى الله عليه وسلم، هو قال أنا أضحك خليه يضحك خليه يضحك، سبحان الله. شو يعني والرسول حنون ده في ناس والله لا المهم يعني ما عارف، فخلينا احنا ايه في الاعراب الجميل ده. فالرسول ابتسم قال بل يغنيك الله من فضله. قال كيف يا رسول الله؟ انا رجل جعان، تقول لي يغنيني كيف يعني؟ قال طعام المؤمنين يومئذ التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، يلهمهم الله اياه كما يلهمهم النفس. الله شوف الذكر الجميل ازاي. يعني الملائكة هل يأكلون أو يشربون؟ الملائكة من ساعة ربنا ما خلقهم إلى أن تقوم الساعة بيعملوا إيه؟ يسبحون. ربنا قال عليهم إيه؟ لا يفطرون. يعني إيه؟ لا ما يبطل أبدا. طيب. كما تلهم أنت النفس شهيق زفير شهيق زفير، يلهم الملك إيه؟ التسبيح. هكذا أنت إذا ظهر المسيح الدجال وشعرت بالجوع تسبح تحمد. يا رجل يا مؤمن، ده بيحدثوني في وكالة ناسا العلماء هناك، يقول لهم رواد الفضاء لما بيطلعوا فوق ياكلوا ايه؟ ياكلوا جبن ولحمه وفول. لا يا شيخ ما ياكلوا كده، ما ياكلوا ايه؟ عندهم كبسولات صغيره تفي بحاجاتهم الايه الشبعيه، فياخذ كبسوله صغيره كانه اكل دجاج واكل سمك واكل خبز واكل، سبحان الله، عشان ما في وقت هناك للايه سبحان الله. فاذا كان هذا بشر مع بشر فما بالك بالمؤمنين مع رب البشر. الله أكبر. طيب المسيخ الدجال، طب ما فيش واحد يطلع كده بطل وروح يصرعه او يقتله؟ قال لا، لا يسلط عليه احد، ما حد يقدر عليه. طب يعمل ايه؟ قال هنا يضرع المؤمنون الى الله بالدعاء، قل يا رب خلصنا من هذا الهم. يعمل فتنة، يعمل يجيب واحد عامل زي الايه اللي بيسحروا الناس ويتهيالهم انهم بيعملوا سحر، يعني دول يجيب السيف ويقسم الرجل نصفين، فيتصور الناس انقسم نصفين، ثم يعيد مرة اخرى ويقول انا ربكم الاعلى. لا حول ولا قوة الا بالله. المؤمن يقول والله ما ازددت بك الا كفرا، انما الذي يحيي ويميت هو رب العباد عز وجل، رب العباد لا يراه احد، وانت امامنا كيان كائن. وبعدين سمي المسيخ لمسخة هيئته، او المسيح الدجال لان عينه ممسوحة. قالوا يا رسول الله صفه لنا. قال رجل طويل، خلاص قطط الشعر، شعره مجعد، عينه اليمنى ممسوحة وعينه اليسرى طافية كالعنبة أعور، بعياذ بالله. هذا الإنسان أو هذا المخلوق هو آخر الفتن الخطيرة أو قبل الأخيرة التي يلقاها المؤمنون في هذا في هذه الدنيا. فلما المؤمنين يضرعوا إلى الله عز وجل يكون المسيخ الدجال وصل إلى أرض فلسطين. هنا يكرم الله عباده بنزول سيدنا المسيح سيدنا عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام عند المنارة الشرقية شرقي دمشق. رحت زرت المسجد الأمم وقل للإمام أو الإخوة اللي هناك قلوا فين المنارة الشرقية، يشاور لك عليه جزء خلم. ينزل عليه مهرودتان، مهرودتان يعني ثوبين، يعني مثلا جلباب وعباءة، جلبابين فوق بعض عباءتان، مهم يعني. ينزل على يمينه ملك وعلى يساره ملك، إذا طأطأ تقاطر من جبهته حبات عرق كالجمان النقي زي الفضة إيه المذابة، وإذا رفع علاه البهاء. أول ما ينزل، ينزل في موعد صلاة، يدخل على أول مسجد يقابله. الناس تعرفه، المصلين المتعودين على الصلاة عارفين القصة، عارفين ان سيدنا المسيح نازل وان منهم لمن يؤمن به قبل موته، يعني عارفين ان دي آية من الآيات وعلامة من العلامات ومعلوم من الدين بالضرورة نزول سيدنا عيسى عليه السلام في آخر الزمن. فيتأخر الإمام، معقول واحد من إمام بسيط زي حالتنا ولا شيء يصلي بالناس؟ خلي يصلي بنبي من الأنبياء ورسول من الرسل وآية من آيات الله وروح الله وكلمته التي ألقاها إلى مريم، فيتأخر.
فيقول صل بنا لسيدنا عيسى. شوف التواضع. يقول الإمام ايه؟ صل بنا فإنما جئت تابعا لأخي محمد. الله أكبر. وانت يا إمام تمثل النبي محمد. الله أكبر. يقول صل خلف الإمام. ايه العز؟ ايه الملك ده بتاع أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ سيدنا عيسى يصلي مأموم، لا يصلي مأموم وراء تابع لمحمد صلى الله عليه وسلم، سبحان الله. فيصلي المؤمنين في هذه الحالة في حالة كرب. ليه؟ شافوا الدابة، الشمس طلعت من الغرب، ومصائب الدخان، والمسيخ الدجال، في حالة من الرعب. فيمسح عيسى على رؤوسهم فيطمئنهم. سيدنا عيسى يعني زي يقول ايه؟ زي يكون انت طفل صغير وتركناه في اول يوم في الروضة، ها؟ عنده 4 سنين، اول ما تيجي امه او ابوه ياخده يعمل ايه؟ ها؟ يرتمي في حضنه ويعمل ايه؟ ويبكي الاب مجرد انه ايه؟ ولذلك قلت لكم من قبل، السائر في طريق الله والذي ينسى ان الله اقرب اليه من حبل الوريد زي طفل، ولله المثل الاعلى، عنده له اب، فالاب مسك ولده، الراجل مسك ابنه وبيعبروا الطريق، فاظلم الحي كله، الكهرباء انقطعت عن المنطقه، الرقة مثلا درع كل المنطقة قطعت عن الكهرباء، فالولد سيطر عليه الخوف والوساوس بدأت تهجم عليه. قال الآن ننزل في حفرة أو نضغط على بطن الكلب نايم يقوم يعضنا، أو عرب سيارة طائشة من الشباب الطائش تتهمنا، وفضل المخاوف، فنسي أن أباه بجواره، فالمخاوف استولت عليه فبقى مرعوب. الكهرباء رجعت للمنطقة، ونظر الولد فإذا بأبيه ممسك يده، وإذا بأبيه معه يربت عليه، فاطمأن. هكذا المؤمن في المعاصي إذا عصى رب العباد نسي أن الله أقرب إليه من حبل الوريد، نسي. فلما يشرق التوحيد ونور التوكل ونور اليقين في قلب العبد، يرى أن رب العباد أحن عليه من أبيه وأمه، وهو الذي يكلأنا بالليل والنهار، ويرسل علينا حفظة، ويرسل علينا لنا ملائكة تحفظنا من أمر الله. هذا من كرم العزيز الحميد. ما توحد الله، لا إله إلا الله. سيدنا عيسى يبلغ طبعا بالمسيخ، فيبدأ في البحث عنه، فيهرب المسيخ منه، مسيخ الدجال يهرب من سيدنا عيسى، حتى يلقاه على باب اللد هناك في فلسطين على مدخل المدينة. وسيدنا عيسى أول ما يلقاه المسيخ قال صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري: ينماث كما ينماث الملح. يعني المسيخ يذوب زي ما انت تذوب الايه؟ الملح في الايه؟ في المية، في الماء، سبحان الله. زي ما كنت وضع ايه؟ حفنة من الملح وشوية ماء، وده يذوب، ولا يستطيع المسيخ ان يتحمل رائحة زكية تنبع من سيدنا عيسى عليه السلام، فيموت بسفسكي الخنق من الرائحة الطيبة. الناس تستريح من ايه؟ من عناء المسيخ. ينزل سيدنا عيسى ويمكث في الارض 40 سنة، يقتل الخنزير، يكسر الصليب، ينشر العدل في الارض، فتظهر اخر علامة من علامات الساعة الكبرى الستة، يأجوج ومأجوج، وهم من كل حدب ينسلون، واقترب الوعد الحق. يا الله، ايه قصة اللي يأجوج ومأجوج دول؟ دول عايشين فين؟ طبعا كتب التفاسير خاضت في الكلام كثيرا، احنا نقف عندما صح من الكتاب والسنة، او عندما جاء ورد في الكتاب، في كتاب ربنا وفي صحيح ما جاء عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. يعني بعض الكتب يقول لك قبائل متوحشة، الواحد منهم يفترش احدى اذنيه ويلتحب بالاذن الاخرى، المهم سواء هم متوحشين او هي قبائل او جماعات كثيرة العدد رهيبة تثير الفزع، سوف تأتي وتخوض في تبدأ من شرقي فارس، شرقي ايران، وتدخل على منطقة العراق ومنطقة الجزيرة ومنطقة الشام ومنطقة جنوب الشام، وتدخل على جزيرة العرب، وتعيث فسادا في الارض. يعني قبائل متوحشة. يقول صلى الله عليه وسلم: يشرب اولهم من بحيرة طبرية، بحيرة طبرية ماءها عذب، ويمر اخرهم فيقول: كان في هذه البحيرة ماء منذ زمن.
يبقى عادتهم قد ايه؟ يعني اولهم يشرب الماء فينتهي الماء، فاخرهم يمر يقول يا الله ده كان في البحيرة دي ماء منذ زمن طويل، يبقى اخذوا ايه؟ زمن طويل الى ان عبروا جميعهم. لما يعيث فسادا في الارض يأمر الله عز وجل روح الله عيسى، يقول له يا عيسى حرج بعبادي جانب الطور، خذ المؤمنين الباقين القلة القليلة الباقية على وثابت على ايمانها، خذها نحو جبل الطور، ويجلس عيسى داعيا ربه والمؤمنين اللي معه يؤمنوا على دعائه ان يريحهم من يأجوج ومأجوج، فيصابون بالنغف، تجي لهم ميكروبات وجراثيم عزكم الله زي ديدان او حشرات في رقابهم، فيصبحون فرثا، يصبحون ايه؟ اموات، فيملأ نتنهم وزهوهم الارض، تبتدي الرائحة السيئة، زي بالظبط لما يكون اعزك الله عندك في زلزال خطير اصاب دولة فيها 100,000 و200,000، تجد الروائح الكريهة خرجت، فاذا برب العباد يرسل طيورا لها اعناق كاعناق البخت، رقبة زي رقبة الايه؟ الجمال، فتحملهم وتلقيهم في البحر، ويأمر الله عز وجل السماء ان تمطر فتنزل سيولا فتجرف بقية زهمهم الى البحر، خلاص، وتعود الارض مرة اخرى طيبة نقية، وعندئذ يقول الله يا ارض ردي بركتك، ارجع للبركة مرة اخرى، فما الذي يحدث؟ يقول عليه الصلاة والسلام فيلعب الصبيان بالحيات، وترعى النمور مع الأبقار، وترعى الذئاب مع الغنم، وتكفي اللقحة من اللبن، حلبة اللبن الواحدة للناقة ولا للنعجة أو للشاه تكفي الفئام من الناس، يعني احنا كده مثلا عددنا كذا بالمئات، الحلبة الواحدة تكفينا، ويستظل القوم القبيلة 100-200-300 بقحف الرمانة، قشرة الرمانة نصفها، لو خدت منها حب الرمان وظلت القشرة تعمل ظل يستظل به 500 واحد، يبقى الرمانة قد ايه؟ خلاص سبحان الله العظيم، حتى يقال ان عمر بن عبد العزيز وجد في بيت المال حبات قمح كنوات البرح، قال هذه كانت تستخرج ايام العدل، البركة، يا ارض ردي بركتك، فترد ترد البركة الى الارض مرة اخرى، ثم تهب ريح طيبة تقبض المؤمنين من تحت اباطهم فيموتون على التوحيد، فلا يظل على الارض الا لكع ابن لكع يتهارجون تهارج الحمر، يقتل بعضهم بعضا، لا يدري القاتل لما قتل ولا المقتول لما قتل، ثم يظهر ذو السويقتين، رجل حبشي اسود ملتصق الفخذين افجح القدمين، يذهب فيهدم الكعبة حجرا حجرا، ينزل من عليها الكسوة ويأخذ الحجر الاسود ويلقيه، ويلقي هنا اصبحت الساعة كالحامل المتم لا يدري اهلها متى تضع، واذا برب العباد يأمر اسرافيل ان ينفخ في البوق النفخة الاولى، فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، يبقى الأربعة الكبار جبريل ميكائيل إسرافيل ملك الموت، يقول يا ملك الموت من على وجه الأرض؟ يقول يا رب ما بقي إلا جبريل وإسرافيل وميكائيل وعبدك الماثل أمامك، يقول يا ملك الموت اقبض روح ميكائيل، اقبض روح جبريل، اقبض روح اسرافيل، من على وجه الارض يا ملك الموت؟ يقول يا رب ما بقي الا عبدك الماثل امامك، يقول يا ملك الموت مت، ثم يقول ربنا لمن الملك اليوم؟ خرت الارض كما كانت، عادت الارض كما كانت، ما بقي الا وجه الله الكريم، كل شيء يفنى، كل شيء ينتهي، كل شيء يموت ولا يبقى إلا وجه ربك، ثم يحيي رب العباد إسرافيل فينفخ فيه مرة أخرى، فإذا هم قيام ينظرون، حتى إن أمنا عائشة قالت يا رسول الله ما لي لم أرك اليوم
ترقد وتهنأ بالرقاد. قال كيف أهنأ بالرقاد يا عائش وقد وإن صاحب القرن قد التقم قرنه. صاحب القرن اللي هو من؟ إسرافيل. قد التقم قرنه حنى جبهته وشخص عينيه إلى العرش وقدم قدما وأخر الأخرى يخاف أن يرتد إليه طرفه خايف يغمض عينيه ربما يأمره الله بالنفخ في البوق. يبقى الرسول لما شاف المنظر ده أمامه إيه اللي بيخلينا احنا ننام؟ المسألة دي غايبة عننا. يقول لك يا عمي وقت الله يعين الله إن شاء الله، يا راجل أنت بتعقدها ليه؟ حملها على الله سبحانه. المهم نحن نريد أن نقول فإذا نفخ فيه مرة أخرى فإذا هم قيام ينظرون. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. ماذا يقول المنادي؟ ينادي المنادي من قبل العلي الأعلى أيتها العظام النخرة أيتها اللحوم المتناثرة قومي لفصل القضاء أمام الله رب العالمين. نقوم من الأجداث سراعا، اللي مدفون في أسيا واللي مدفون في أفريقيا مدفون في القطب الشمالي واللي مدفون في القطب الجنوبي واللي مات غريق في البحر واللي مات حريق في الطائرة واللي مات في الزلزال واللي مات في غير الزلزال واللي مات على فراشه واللي مات في المستشفى واللي مات في مكان غريب واللي مات في كله يرتجه على يسيرون على غير هدى كأنهم جراد منتشر. وهم خارجين فوجئوا بالآتي، الجبال تتحرك وإذا لمستها كأنها إيه؟ عهن منفوش، كأنه صوف إيه؟ سبحان الله، كأنه صوف حرج ودخل في الماكينات هش سبحان الله خلاص. وتركت تركت الأمور وبدلت الأرض غير الأرض. قالوا وصفها لنا يا رسول الله. لما يصل العباد لأرض المحشر بعد أن يدلهم الأنبياء والعلماء يتجهوا لأرض المحشر، قال أرض بيضاء نقية لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، يعني لا فيها حفرة ولا فيها إيه هضبة، وإنما إيه مستوية لم تصنع عليها معصية قط، لأن أرض إيه أرض جديدة يعني، وأن عليه النشأة الإيه الأخرى. ربنا ينشئ يعني وينشئكم فيما لا تعلمون، على النشأة الأخرى. ثم بعد ذلك يتجه العباد وتقترب الشمس من الرؤوس، ولقد تركت مدارها، هي كانت ماسكة نفسها بفضل الله أولا ثم بالجاذبية الطرد والجذب مع الكواكب الأخرى، الكواكب تغيرت، الشمس اقتربت من الرؤوس والناس كل يعرق على مستوى إيمانه. اللي تعب في الدنيا في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظل، اللهم اجعلنا منهم يا رب. واللي تعب شوية بسيطة العرق لغاية ركبتي، واللي تعب لله بس أقل العرق إلى حقوي، واللي تعب أبسط من هذا العرق إلى كتفي. ومن نام طوال حياتي ولم يتعب لله يوما ولم يعني يصنع خيرا قط يلجمه العرق إلى أذني، نسأل الله السلامة. وبعدين العباد يجتمعوا يقولوا طب نعمل إيه؟ الشمس اقتربت. وود العباد أن يذهبوا إلى النار ولا يطول هذه الوقفة الخطيرة. وإذا يدلوا على أبي البشر آدم، يا أبانا أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه اشفع لنا عند ربنا. أن يبدأ الشفاعة إيه؟ لمجرد إيه؟ بداية الحساب فقط، مش شفاعة لدخول جنة ولا غير، لا بداية حساب. قل وهل أخرجكم من الجنة إلا أبوكم آدم؟ لا لا أنا لست لها، أنا عملت عملة ما قال لي ما لا تأكل من الشر وأكل، لا لا لا. اذهبوا إلى نوح قل لست لها لقد دعوت على قومي. اذهبوا إلى إبراهيم لست لها لقد كذبت كذبات ثلاث وما كانت كذبة يعني. اذهبوا إلى موسى لا يعني لست لها لقد دعوت على قومي ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. اذهبوا إلى عيسى قال لست لها ولم يذكر ذنبا. أين أنتم ممن قال أنا لها أنا لها؟ اذهبوا إلى أخي محمد. العباد يذهبوا إلى حبيب الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله، فيقول أسجد تحت العرش ويفتح الله علي من محامده وأقول ويقول ربي يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، أما كفاك الصلاة؟ أما كفاك القيام؟ أما كفاك التهجد؟ أما كفاك الصيام؟ أما كفتك العبادة يا خير الأنام؟ يقول يا رب أمتي أمتي. تبدأ عندئذ تطير الصحف، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا.
اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ايه تطاير الصحف؟ قال اول الصحف تتطاير وتعلق كل صحيفة بصاحبها. الصحيفة دي فيها ايه؟ الصحيفة دي فيها مجمل الحسنات ومجمل السيئات ولله المثل الاعلى، زي الاجازة بتاع اخر السنة بتاع الولد المجملة. لكن الكراسات والدفاتر اللي فيها الامتحانات دي فين؟ في لجنة الامتحانات. التفاصيل، السؤال الاول، السؤال الثاني، السؤال الثالث، خد في الاول 3 وفي الثاني 5 وفي الرابع 7، ده ايه؟ ده هناك تحت العرش. لكن انت تمسك الورقة، تمسك الحساب الاجمالي. هذا الحساب اول ما الصحف تتطاير فيه ناس تمد يدها اليمنى فتمسكها، ناس والعياذ بالله لا تستطيع الا ان تمسك بالشمال. النوع الثالث يمسكه من وراء ظهره، يتعلق في رقبته يروح ماسك باليمين ويقرأ. الثاني يتعلق في رقبته بالشمال ويقرأ. الثالث والعياذ بالله يتعلق في ظهره فيأتي به ايه؟ من الخلف. وبعدين بعد هذا تنصب الموازين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. الميزان وقف عليه جبريل وينادى على انسان انسان ويفتح له هذه السجلات التي يقرأ فيها ويطلع عليها كلها. وبعدين اذا ثقلت موازينه يرفع ايه؟ كتابه. يقول ايه؟ هاء مقرأوا كتابية. اذكر عندما تحدثنا مثل هذه الاحاديث من اكثر من 20 سنة كان يسمع الناس المارين في الشارع نحيب المستمعين داخل المسجد من خارجه، ولكن يبدو مع عصر العولمة قست القلوب شيئا فجفت العيون من البكاء واصبحنا متعودين على جفاف القلوب. لكن نسأل الله عز وجل ان يلين قلوبنا وان يشرح صدورنا وان يجعلنا واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. يهز المؤمن حديث الاخرة، يجب ان يهزه. ان لم يهتز قلب المؤمن لحديث علامات الساعة وما بعد الموت والاخرة فثق او ليبحث له عن قلب، فان قلبه اما نام واما سقم واما حدث فيه شيء اخر. نسأل الله ان يحيي موات قلوبنا. تتطاير الصحف وينادى على انسان انسانا، فاذا ثقلت موازينه يصيح مبتهجا: هاء مقرأوا كتابية، اني ظننت اني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية. واما الاخر بعد ما ينادي لما تثقل موازينه ينادي جبريل: لقد سعد فلان ابن فلان سعادة لن يشقى بعدها ابدا. سبحان الله. والاخر تخف موازينه فيقول: يا ليتني لم اوت كتابية ولم ادري ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية، هل يحن عليه احد؟ خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. الآيات. بعد ما العبد يعني يوزن له الأعمال عند الميزان في موقف آخر خطير، يعبر على الصراط. الله يرضى عن سيدنا أنس، قال: يا رسول الله هل أجدك في المحشر؟ أو أين أجدك في المحشر يا رسول الله؟ قال: يا أنيس لا تخطئني في مواطن 3: عند الميزان حتى تثقل موازين أمتي أم تخف، وعند الصراط هل يعبرون أم لا، وعند حوض الكوثر هل يشربون أم يذادون عن الحوض. دي أخطر 3 مواقف: تطاير الصحف، وزن العمل، لازم يمر على الصراط. الصراط يعني أحد من سيف أحدكم. الصراط زي شفرة الايه؟ الخنجر أو السكين أو الخيط. ضحض مذلة كما يقول صلى الله عليه وسلم. العابرون عليه 3: ناج ومخدوش ومكردس. قلت يا لطيف، من الناجي؟ قالوا ان الصراط ده مش على يعني مش كده، لانه هو مضروب على ايه؟ مضروب جسرا فوق جهنم، وجهنم سميت جهنم لانها تتجهم في وجوه الناس. ولا تظن ان نار جهنم نار حمراء،
دينار سوداء كالليل البهيم والعياذ بالله، وعلى الصراط قناطر حواجز تبدأ بقنطرة التوحيد، فإن وجد العبد موحدا توحيدا خالصا يمر تلقاه قنطرة الصلاة، فإن وجد الصلاة كاملة يعبر تلقاه قنطرة الزكاة، إن أدى زكوات أمواله في الدنيا يعبر تلقاه قنطرة الصيام، فإن وجد في الصيام كاملا يعبر تلقاه قنطرة الحج إن كان مستطيعا في الدنيا، فإن كان قد حج يعبر تأتي قنطرة الأوامر والنواهي، إن وجد كاملا فيها يعبر يلقى آخر قنطرة، القنطرة السابعة وهي أصعبهم، قنطرة المظالم. يجد على الصراط إنسان لم يره من قبل يتعلق في رقبته، أريد حقي يا ابن الحلال، أنت طلعت لي منين؟ من أنت؟ وانت مرة كنت مظلوما وكنت تستطيع أن تنصرني فما نصرتني، مرة أنا عطست فحمدت الله فلم تشمتني وتقول يرحمك الله، مرة مرضت وعلمت بهذا لم تعدني، لما مت وأنت كنت تدري وتدرك وتستطيع ما شيعت جنازتي، هذه حقوقي عليك أنا أطالبك بها الآن. يا الله مظالم تطلع لك من تحت، لا حول ولا قوة إلا بالله، مسألة مش سهلة. فين اللي ظلم زوجته واللي ظلم الزوجة واللي ظلم أولاده واللي ظلم أبوه واللي حجر على أبيه وقدم في المحكمة حجر على أخيه ورفع قضية على عمه وعلى خاله واغتصب الأرض التي ليست له وأخذ البناية التي ليست له واستولى على الشركات التي ليست له وبطنه استوعبت الخليج كله في بطنه، ماذا يقول لله يوم القيامة؟ ماذا يقول لله؟ الله يرضى عن الصديق شرب شربة لبن شك في مصدرها، وضع اصبعه في فمه تقايق ما قال اللهم اني اعتذر اليك مما اختلط باللحم والعروق. وفي ناس نسأل لها السلامة، عبر لو عبر المظالم يروح فين؟ قال انا كده قد نجوت. يقول له لا لسه، ايه تاني؟ قال حوض الكوثر. يروح على حوض الكوثر وهم داخلين الملائكة تمنع طائفة من امة محمد، الرسول يحن عليهم يقف، الى اين يا محمد؟ يقول اشفع لهم عند ربي، يقول الله لي يا محمد لا تفعل، انهم رجعوا على ادبارهم القهقرى، فاقول سحقا سحقا لمن بدل وغير. يا الله بالله عليك، بالله عليك، لو دخل حبيبنا صلى الله عليه وسلم جامعة من جامعاتنا العربية المسلمة وجد ثلاث اربع البنات حاسرات وحطين في وجههم كذا وكذا، هل يقول هؤلاء هم احفاد عمر واحفاد عثمان واحفاد ابي ذر واحفاد عمار وبلال وابن ام مكتوم؟ معقول؟ معقول يقول هم دول؟ دي سلالة عائشة؟ دي بقية اسماء؟ معقول دي حفيدة نسيبة بنت كعب؟ ماذا يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم لو اريناه ما نراه على شاشات التلفاز في دولنا المسلمة؟ ماذا يقول حبيبنا؟ يقول ايه؟ بالله عليك ماذا يقول؟ وماذا نقول نحن؟ وأين حياؤنا منه؟ وأين خجلنا منه؟ يذاد أناس من الحوض من أمتي يوم القيامة، فأقول سحقا سحقا لمن بدل وغير. البقية الباقية بعد أن تشرب شربة من حوض الكوثر يغسل ما في جوفها من غل وحقد وحسد وضغينة، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا، يأتون على أبواب الجنة ترحب بهم الملائكة، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. هنا عندما يضع المسلم قدمه اليسرى بجوار قدمه اليمنى داخل عتبة الجنة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فاللهم اجعلنا من الفائزين، اللهم اختم لنا بالصالحات، اللهم اختم لنا بالتوحيد.